هل يحاسب يوم القيامة؟ الإنسان عندما يتوب الله عز وجل يعني مش يمحو الذنب فقط، لا، ده يثبت مكانه حسنات. يا الله، وكمان ينسي الجوارح وينسي الشهود. سبحان الله. سبحان الله. اليوم لما أذنب مش عليه شهود؟ نعم، عليه شهود 10. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، وبعدين رقيب وعتيد. نعم. ملك الحسن ملك السيئات، تمام. نعم. وبعدين الأرض التي صنعت عليها الذنب تشهد. هتشهد لي أو عليه؟ نعم. يعني لو صليت أنا في هذا المكان تشهد لي. عصيت رب العباد عليه. ثم الزمن، الليل يشهد، الجليدان والنهار يشهد. نعم. ثم قبل ذلك وبعد خير الشاهدين الله رب العالمين. طب تاب العبد، طب تاب، ده ما بينه وبين الله، تبقى الشهود. يعني تبقى الشهود. الأول شيء ينسي الحفظة، الملائكة اللي كتبت الذنب. نعم. ينسيها. سبحان الله، من كرمه. وما سطر في الصحف يمحى. سبحان الله. سبحان الله. لا إله إلا الله. وبعدين ليس يمحى فقط، ويزرع مكانه حسنات. يا الله. فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا الله. سبحان الله. وبعدين بعد ما ينسى الشهود وينسى الحفظة ويضع حسنات، يظل العبد بعض الذنوب الذي يشدد عليه سكرات الموت، فيخرج من ذنوبه كما ولدته أمه. الله. لأنه عايز يخرجه سليم. الله أكبر. كما نزل من بطن أمه صافيا نقيا، يخرج من الدنيا صافيا نقيا. إذا أحبه. ما خلق، ما هو لأن العبد أحبه، يحبهم ويحبونه. قال ابن مسعود: ليس العجب، ليس العجب في يحبونه، ولكن الأعجب في يحبهم. ليس العجب في يحبونه. أنا أحب الغني، أحب الغني، أحب القوي، أنا ضعيف أحب القوي، أنا فقير أحب الغني، أنا المريض أحب الشافي. لكن الأعجب أن الشافي يحب المريض، أن الغني يحب الفقير. جميل. يعني العجب أن سبحان الله، أنه يعني ليس العجب من فقير يتودد، ولكن الأعجب من غني يتحبب. صحيح. سبحان الله. ولكن يتحبب يعني في الأمر مندوحة بالتوبة إن شاء الله. الله يرضى عليك. وبعدين يعني 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 لما أوجب عليك خدمته، ما أوجب عليك إلا دخول جنته. نشرحها. أوجب علينا خدمته، يعني في الظاهر أنها خدمته، يعني نصلي، نصوم، نقول الحق، لا نغتاب الناس، لا نخوض في الأعراض، نحافظ على الكيان، لا 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 نؤذي الناس، لا نظلم الناس، لا نقتل الناس معنويا ولا ماديا. كل الأمور دي أوجبها علينا، وما أوجب علينا إلا دخول جنته. هو يريد بهذا كله إيه؟ يريد أن يفتح لنا باب الجنة. صحيح. سبحان الله. حتى في الابتلاء يبتليهم بالإيه؟ بالمصائب، حتى يطهرهم من المعايب. كريم، كريم هو الكريم. نحن نعامل الكريم سبحانه وتعالى. فبس عايز ايه؟ ان نطامن رؤوسنا لقضية القضاء والقدر، ونخلص قلوبنا للإيمان بأن ما قدر الله هو الكائن، انتهت المسألة. سبحان الله.